كيف حال أحبتي الشطار؟ اخترت لكم اليوم نصا بعنوان لا تلعن الظلمة، فلنفتح الكتاب صفحة 126. لأن التفاؤل ليس انتظار إنبات وردة لم تزرع بعد، فالإنسان يصبح عجوزا حين تحل الأعذار محل الآمال. لنحاول قراءة الصورة الواردة في الكتاب بأسلوب وجداني. كم هي أنيسة تلك الجمعة على ضوء الشمعة، فانقطاع التيار الكهربائي لم يترك ذاك الأثر السلبي عند أفراد الأسرة، بل حررهم من قيود التطور الذي فكك روابطهم العاطفية لتعود نكهة الألفة بينهم. لا تلعن الظلمة. يتضمن العنوان أسلوبا إنشائيا وهو نهي، حيث يوحي بضرورة التفكير بإيجاد حلول ولو لم تكن جذرية لمعايشة ما قد يفرضه علينا الواقع عوضا عن الاستسلام ليأس الأزمات. فيما كنت أتابع بشغف ذلك البرنامج الذي يتحدث عن حياة دب الباندا في إحدى المحميات التي أنشئت للمحافظة على سلامة هذا الحيوان من الانقراض بشغف، أي بإعجاب وولع، والانقراض يعني الانقطاع أو الهلاك أو الزوال. ضمير المخاطب في العنوان يعود للقارئ، وضمير المتكلم في الفعلين كنت وأتابع يعود للكاتبة. جميعنا يعلم أن دب الباندا حيوان مهدد بالانقراض، لذا قامت بعض الدول بإنشاء محميات له، وهي عبارة عن غابات معدة لأن يعيش فيها هذا الحيوان حيث تضمن سلامته. إذا بي أصرخ بانفعال يعني بتوتر، ما أزعجهم. تتضمن هذه العبارة أسلوبا إنشائيا وهو التعجب. لم يقطع التيار الكهربائي إلا في هذه اللحظة الحاسمة. الكاتبة تنزعج لانقطاع التيار الكهربائي وهي تتابع برنامجا عن دب الباندا، وهذه هي الفكرة الرئيسة لهذه الفقرة. تلمست طريقي بتذمر يعني بانزعاج، وتلمست أي طلبت أو بحثت باللمس أو فتشت، وأشعلت شمعة في غرفة الجلوس، وقام أبي من سريره وانضم إلي بعد أن فقد الأمل في عودة الكهرباء قريبا، واضطر أخي الأكبر إلى أخذ استراحة من عناء الدرس، وأجلت أمي بعض الأعمال المنزلية إلى الصباح، وتخلى أخي الصغير عن ألعابه الإلكترونية مرغمة، والألعاب الإلكترونية تعتمد على توفر الكهرباء. إذن نلاحظ هنا كيف تجمع أفراد العائلة الواحد تلو الآخر في غرفة الجلوس بعد انقطاع التيار الكهربائي. والفكرة الرئيسة لهذه الفقرة، أفراد العائلة يتجمعون في غرفة الجلوس بعد تخليهم عما كانوا يقومون به. نظرت حولي فإذا أفراد العائلة مجتمعون حول شمعة جذبتهم أي شدتهم، أوضعتهم بشكل لا يقاوم. جذبتهم الواحدة تلو الآخر. أشار إلي أخي بإصبعه طالبا مني الجلوس بجانبه، وأخذ يحرك أصابعه بطريقة لبقة، فترتسم على الحائط خلفنا صور لحيوانات كثيرة، وعبثا حاولت أن أقلده، عبثا من دون جدوى أن أقلده
مصدر مؤول وبالتأكيد له محل من الإعراب، فهو واقع في محل نصب مفعول به للفعل حاولت. لكنني لم أفلح، أفلح أي أنجح. إذن أفراد العائلة يحاولون التسلية مع بعضهم على ضوء شمعة قد تحوكوا حولها. والفكرة الرئيسة لهذه الفقرة: الكاتبة تتسلى مع أخيها وأفراد أسرتها على ضوء الشمعة. عم الصمت لدقائق. دقائق ممنوعة من الصرف، فهي اسم مجرور بالفتحة عوضا عن الكسرة، لأنها ممنوعة من الصرف لأنها جمع على وزن مفاعل. فشعر كل واحد منا بأنه يتوق لسماع أخبار غيره، يتوق أي يرغب أو يشتاق. فدارت الأحاديث وطال السمر حتى منتصف الليل. السمر حديث الليل بين الساهرين، بعد أن كان التلفاز السلطان الوحيد الذي يأسرنا. تتضمن هذه العبارة استعارة، حيث أن التلفاز بالمعنى الحقيقي لا يأسر ويتحكم بنا في سهراتنا. فشعرت وكأن الظلام أطال الوقت وبارك فيه. تتضمن هذه العبارة تشبيها: هكذا يتفلت أفراد العائلة من القيود التي فرضها التلفاز عليهم، فقد أسرهم ومنعهم من التحدث سويا لانشغال كل منهم ببرنامج متلفز. بارك فيه أي أطفى عليه البركة، وهي الزيادة. فقد شعرت الكاتبة بطول الوقت مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي، حيث كان التلفاز يسرق أوقاتهم دون أن يشعروا. والفكرة الرئيسة لهذه الفقرة: الأحاديث والثمر يطولان في سهرة العائلة مع شعورهم بالاشتياق لهذه اللمة أو الجمعة.